ضمن مبادرة السداد الفوري خصصت الدولة المصرية نحو 7 مليارات جنيه لرد الأعباء التصديرية لما يقرب من 500 شركة مصرية. تهدف المبادرة لدعم الشركات المصرية المصدرة للمنتجات الوطنية وزيادة حجم الصادرات للخارج. يأتي هذا بالتزامن مع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع بريكس، وكذلك الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. أرحب بضيفي من القاهرة دكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي. دكتور بهواشي، مساء الخير، أهلا بكم. يا أهلا وسهلا بحضرتك فندم. ماذا يعني هذه الخطوة؟ نود تعريف المواطن بأهمية هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق برد الأعباء الضريبية لأكثر من 500 شركة. رد الاعباء التصديريه كان بتقوم بيه الدوله على مدى زمني بيتقارب من 4 سنين، ما بين 4 سنين و5 سنين. لكن في الدوله اللي بنقول وضع الخطه نفسها لزياده الصادرات، ودوت كان فيه لزياده الصادرات دوت استهدفت دعم المصدرين المصريين لارتقاء مستوى جوده المصري في ظل ازمات طبعا كلنا نعلمها، الازمات العالميه اللي تسببت في تضرر سلاسل الدول والتوريد العالميه. فكان دعم من الدولة المصرية، كان في مبادرة من سيادة الرئيس وهي دعم اللي بنقول تعجيل سداد الأعباء التصديرية للمصدرين المصريين في خلال مدى زمني في خلال السنة المالية بخصم 15% كان في سنة 21 كتعجيل كمصاريف تعجيل السداد، وبعد كده العام التالي أصبحت 8%، وبعد كده بدون أي مصاريف نهائيا في الليلة وقتنا الحالي. فاللي بيتم النهارده هو سداد الاعباء التصديريه اللي كانت للمصدرين المصريين في خلال نفس العام، ودوت بهدف دعم المصنع المصري ودعم المصدر المصري. بنقول الشروط طبعا من اهمها ان يكون في المكون المصري او المكون المحلي يتفوق يعني يتخطى ال 40%. بنقول ان هو الدوله وضعت يمكن بتكليفات مباشره من سياده الرئيس معايير الالتزام بمعايير الجوده والمواصفات العالميه والاوروبيه. هل هذا يعني انه سيتم تصفير الاعباء التصديريه بالنسبه لجميع الشركات المصدره؟ طبعا كل الشركات اللي تقع ضمن النطاق اللي وضعها الدوله او اللي وضعته الدوله استهدفته الدوله في المبادره كله طبعا بيتم تصفيته. فكان من ضمن الشروط ان طبعا بيستهدف ضم الاقتصاد الغير رسمي ضمن اللي يبقى ضمن الاقتصاد الرسمي، من ضمن الشروط انه يكون للبطاقه تصديريه، من ضمن الشروط انه يكون يقع له سجل وبطاقه ضريبيه. كل هذه الامور طبعا فبتقول كل من يخضع ضمن داخل عباءة الدولة او داخل النظام الحكومي هو مستهدف ضمن هذه المبادرة. طيب نتحدث ايضا عن القطاعات الخاصة بالقطاعات التصديرية، خصوصا نحن نتحدث عن تطور كبير في العلاقات مع البريكس، نتحدث عن تطور كبير في العلاقات مع أوروبا، وأيضا اليوم مع غينيا الاستوائية، والرئيس المصري كان يتحدث عن فرص استثمار وبالتأكيد فرص تصديرية للشركات المصرية في غينيا الاستوائية، وكذلك على الجانب الآخر في دول البريكس مع رئيسة البنك الخاص بالبريكس. يعني هل ترى بأنه بالفعل هذه الإجراءات تسهل من مهمة الشركات المصرية أو المصدر المصري؟ طبعا هي خلينا نقول لحضرتك زي ما قلنا كان بيتم سداد هذه المبالغ على مدى زمن 5 سنين، فالنهارده اللي سددها في نفس السنه الماليه طبعا خلق حاله من السيوله والرواج لدى المصنعين، مكنهم حتى ان هم يتعاملوا مع الازمات العالميه والازمات اللي هي طالت الاقتصاد المصري. قدر المصنع المصري ان هو من خلال السيوله اللي ابتدت يتقاضاها في خلال نفس العام ان هو يبقى في تحريك لعجله الانتاج. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا.